السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ابن العرب. مؤخرا عهدنا مشكل إليسا عبر ما نشرته عبر موقع تويتر تغريدتها لاعتزالها الفن. كان السبب مجهول لأنها كتبت مافيا. هي كتبت تلك التغريدة لتضليل الرأي العام والرأي الصحافة حتى لا يكتشف الأمر الحقيقي الذي جعل الفنانة إليسا تختار أن هذا الألبوم سيكون الألبوم الأخير في مسيرتها الفنية. ولكن سلطانة الطرب العربي الفنانة فل الجزائرية عبر منشورات عبر صفحتها في الفيسبوك توضح وتفضح حقيقة ما حدث للفنانة إليسا. فقد قالت الفنانة الجزائري فل الجزائرية بأن نفس الشيء الذي حدث لها هو الشيء نفسه الذي يتكرر، نفس السيناريو يكررونه على الفنانة إليسا. فإليسا الآن، إن الفنانة إليسا والفنانة فل الجزائرية مهددتان بحذف أغانيهم كلهم من قناة روتانا في اليوتيوب. فأرشيف فل الجزائرية وأرشيف إليسا وتلك المشاهدات الخيالية اللتان تحصلت عليها، فالفنانة إليسا لديها أكثر من 2 مليار مشاهدة عبر قناة روتانا في اليوتيوب. فهذا إن حذفت كل أغانيهم من قناة اليوتيوب قناة روتانا سوف يشكل لهما صدمة كبيرة. فشركة روتانا تزور العقود وتكذب الفنانين ولا تمشي حسب العقد الأول الذي وقعه الفنانين لهم. فكل سنة أو كل موسم يتم تجديد العقود وإضافة قوانين صارمة على الفنانين. فالفنانة إليسا قد تحملت مثل ما تحملت الفنانة فل الجزائرية، تحملت الكثير، ولكن هذه المرة الفنانة إليسا لم تستطع تحمل قوانينهم وشروطهم الذين يضعونها في العقود. فقررت الفنانة إليسا عدم إنتاج ألبومات لأي شركة منتجة، فقالت أنها لم تعد قادرة على الإثمار أو الإنتاج، لأن بدون شركة لا تريد أن تنتج لنفسها. وأيضا نفس ما حدث مع فلة الجزائرية، ففل الجزائرية منذ أن توقفت شركة روتانا عن إنتاجها، فل الجزائرية لم تنتج لنفسها ولا أغنية إلا مؤخرا أنتجت ألبوم ولم ينجح. فهذا النفس الذي يشغل الآن بال إليسا. لو تخرج الفنانة إليسا من قناة روتانا، من شركة روتانا، ولم تعد روتانا تنتج لها، فلن تست... حتى وإن استطاعت الإنتاج لنفسها سيبقى السؤال مطروح: هل ستحقق الفنانة إليسا نفس المشاهدات التي كانت يحققها كليباتها وأغانيها في شركة روتانا؟ فمؤخرا الفنانة إليسا نشرت أغنية بعنوان وي عبر قناتها في اليوتيوب، لم في خلال 2 شهر حققت فقط 1 مليون مشاهدة. فمليون واحد مشاهدة لفنانة كالفنانة إليسا رمز ورقم جد 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 قليل نسبة إلى الملايين التي كانت تحققها. ولكن نحن نتمنى كل النجاح والتوفيق وأن تهدأ الأمور بين شركة روتانا والفنانة إليسا. فنحن لا نريد خسارة فنانة ذو قاعدة جماهيرية وملكة إحساس مثل الفنانة إليسا. وأيضا كما أتمنى كل النجاح والتوفيق لسلطانة الطرب العربي فلة الجزائرية، ونحن ننتظر ظهورها قريبا. وأتمنى أن تصح إشاعة عودة فلة الجزائرية لشركة روتانا. ففلة وروتانا يشكلان ثنائيا رائعا. فنجاح ألبوم تشكرات نرجو له ظهور ألبوم آخر مع شركة روتانا ينجح نفس نجاح تشكرات أو أكثر. في آخر الفيديو أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.